محاولة بينية لمصاعة الخليل جميلة في جهة اليمين، خطيرة خلجوية في هذه الأثناء بكرة عرضية وفرصة وهدف لمصاعة الدريم. Widzimy też dlaczego. Miał często na rękach te piłki, no ale czegoś brakowało. Alvarez. Jeszcze próbuje zespół Al-Kalisz. Jeszcze takie uderzenie. منصور حمزي. هذا الأمر الرياض عنده 35 نقطة وهو في الأمان حتى اللحظة هذه. هذه كرة عرضية بالرأس في الجهة اليمنى، جانب من التبديلات من جانب الخليج. توامبا يتركها للمتحرك المزعج تماما اللي طالب. Dobra piłka teraz, nie było spalonego. يبحث عن زميل يمرر الكره من الجهه اليمنى. تسديده يا سلام لريان تيو، وحكم المباراه يقول لا شيء. محمد البريدي يقول لا شيء في اللقطه الاخيره. الكل تصل سهله عند خبراني، يتقدم خبراني، مرتده لصالح الخليج. الكره عند عارف الحيدر على الجهه اليمنى، يحاول المراوغه عارف. الحيدر ما زالت الكره معاه، يراوغ من الاول، يمرر الكره على الجهه اليسرى. يبادر في هذا التوقيت وهي مبادرات متوقعه وطبيعيه. الان يتقدم عارف، يحاول من خلالها خالد ناري على 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 الطائي الهلال. الان الهلال يسجل الهدف الثالث على 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 الطائي، وبالتالي تشاهد فرحة الجماهير الحاضرة الأبهاوية الآن داخل منطقة الجزاء. في اللعب الكرة في الجهة اليمنى، لعبت الكرة طويلة واصلة في صالح الخليج على الجهة اليمين. محاولة رودريكس في التمرير، ألفا لمنصور، خطيرة للخليج، عرضية خليج. نادي الجزيرة الإماراتي تجربة كبيرة في بوخارست، هو الآن يأتي مع نادي الأخدود. الأخدود سلامات في لاعب مين Dobrze to zrobił, pobawił się przerzucając tę piłkę na lewą stronę, ale nie może tak łatwo jej tracić. Alonso Maxime. Al lqtat al madiya yelab la ardiya lakinha tub'ad. عارف يتقدم، يلعب عرضية خطيرة ولكن ما يلعب الكرة على الطرف الأيمن. نادي الخليج هل يسجل الهدف الثاني في هذه اللحظات؟ هل يسجل في هذه الأثناء؟ الكرة وصلت إلى المدافعين. محمد المنصور يبعد الكرة، بعد ذلك راحت لنادي الخليج على اليمين. كرة يا سلام على هذه الكرة ولكن عارف مر أمام توفيق. عارف مر، عرض الكرة، المحاولة دخل الجزاء بالرأس إلى خارج أرضية الملعب. إلى خارج أرضية الملعب. Dobrze, ale jak nie, to to najważniejsze, żeby nic nie stracić. Dobrze rozpoczął tę akcję Roger Ibanez. I wysoko teraz Sad Balobejt, no ale zbyt łatwo teraz odpuścił w tej sytuacji. قبل المباراة محمد شريف في الاستلام، يمر محمد شريف، تمريرة عارف الحيدر، يلعب الكرة العرضية خطيرة باب الجول. اها يتلقى ضغط من اللاعبين وفترات لا يحدث ذلك. كرة موجودة، عارف الان لعب الكرة لمحمد شريف مع عبد الله الفهد، ينطلق محمد شريف. فاول ايفيدنتلي. اللعبة الكرة على الطرف الايسر. بنزيما، ايغور كورونادو، حمدالله، no coś pięknego i faktycznie widać było, że jest napędzony tą sytuacją. Teraz w defensywie. لا شيء الخليج. لا شيء الخليج. هذه العرضية للخليج. خلصت مرة الظلم. المجال مفتوح لتثبت نفسك والمجال هنا مع فريق الخليج. وهنا كرة تأتي ناري. في الجهة اليمنى خالد ناري يمر بشكل رائع من امام عبد الله. ابراهيم سيهات حارس بوسني 35 سنة هذا الحارس. هذا الحارس تصدى
اتمررت عالي الى خارج ارضيه الملعب. عارف الحيدر ابعد الكره، مهم عنده انه ربع ساعه على اقل تقدير انه لا يستقبل هدف يلخبط كل اوراقه. يتقدم عارف الحيدر على الطرف الايمن، عارف على الطرف الايمن وامامه اللعبات، عارف حاول يمر، سيطر على كورتا، عاد بكورتا بالخلف مختار علي امام اثنين، حاول من عباس، عدت من عارف الحيدر الى خارج ارضيه الملعب. ان ينتصر هنا على النموذجي في المباراه التاريخيه العاشره، وهل هدف ثالث ينهي المباراه؟ ينهي المباراه لك السعوديه وبين اهلكم واخوانكم في قنوات اس اس سي، ونرحب بكم بشكل اكبر ولهدف للبقاء. هذا امر يطبق بشكل ملفت، الفيحاء يلعب ايضا في اسيا وكذلك الاخدود. اعتقد انه يجب ان يعيدون النظر، الخليج خاصه الرائد في الاسلوب، والان يلجا في لعبه الكره الطويله، محاوله الاستلام من اندونغ، عارف الحل محاوله في الجهه اليسرى، روكو صفوان كسب الكره حمزه. كريستيانو رونالدو، كره بلمسه تعود الان من جديد في صالح الخليج، فابيو مارتينيز كنترول. Ściskany cały czas przez rywala. No nie ma co tutaj zrobić z piłką, ale szczęśliwie dla niego ostatni dotknął ją ten oto pan. Lisandro Lopez يلعب لعارف، حاول كره في اليمين لناري، خالد ناري على الطرف الايمن، عارف الحيدر وهو عارف تماما يلعب امام من؟ امام نادي ضمك الذي تالق معه كثير. عارف الحيدر بالخلف على اليمين، يبحث عن مين؟ عن منصور حمزي اللي يلعب في الطرف الايمن. يا سلام يا منصور وخالد ناري، ظروفه بثلاثه اهداف. السميري يحاول، عارف بالراس، ناري يتقدم، يحاول ناري العرضيه والتغطيه من مروان سعدان صمام الامان.